فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المنفرد إذا صلى صلاة الفريضة لوحده كصلاة الفجر، فهل يجهر في الصلاة؟ نعم، إذا كان ما يتأذى أحد بجهره يجهر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يقيم لصلاة الفريضة إذا كان منفردا؟ نعم، استحب للرجل أن يقيم لصلاة الفريضة، وحتى الأذان يؤذن إذا كان في بر أو في فلات يؤذن ولو كان واحدا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.